ولقد أسفت كل الأسف لحاكم ليبيا عندما وقف في أحد المساجد، ولم أكن أصدق هذا الكلام حتى سمعته مسجلا وجاءني به أحد الناس على شريط مسجل. وقف القذافي يخطب في المسلمين في المسجد ويقول لهم: سيأتي على المسلمين أيام يكونون فيها مثل النصارى، يقدسون محمدا كما يقدس النصارى المسيح. هكذا قال، ولو لم اسمعه باذني ما صدقت هذا الكلام. قالوا له: وكيف ذلك يا عقيد؟ قال: لا تقولوا سيدنا محمد، انما قولوا محمد، ولا تعملوا بسنة محمد فليس لمحمد سنة. ليس هناك ما يسمى البخاري ومسلم، اذا فكيف ترد على قوله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وكيف ترد على قوله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ اتبعوني، اتبعوا من؟ اتبعوا محمدا، فكيف نتبعه وهو ليست له سنة؟ ماذا تفعل في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ لو لم نتبعه ما عرفنا الصلاة. من اين تثبت ان الظهر 4 ركعات وان المغرب 3 ركعات وان الركوع هكذا والسجود هكذا ان لم تأخذها من سيدنا محمد؟ وكيف قدسنا محمدا يا عقيد؟ كيف لا نحترمه والله تعالى يقول: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي. لم يقل ان الله وملائكته صلوا على النبي وانتهوا. لو قال صلوا لانتهت الصلاة الى هذا الحد، ولكنه قال يصلون صلاة دائمة مستمرة الى يوم الدين. فماذا نقول يا رب؟ قال: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا عقيد، يا عقيد، هداك الله. فان سبق في علم الله انك لن تهتدي، فاسأل الله ان يجعل كيدك في نحرك، وان يجعل تدميرك في تدبيرك، لانك طبعت 5 ملايين نسخة من الكتاب الاخضر يطعن فيها في سنة رسول الله. 5 ملايين اموال سيدنا محمد يطبع بها الكتب ضد سيدنا محمد، اموال محمد تستغل ضد سيدنا محمد. لن نكون مثل النصارى يا عقيد، لاننا لم نقل ان محمدا هو الله، ولم نقل ان محمدا هو ابن الله، ولم يقل ان الاب والابن ومحمد له واحد. انما نقول: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، اله واحد. فمن كان ارجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. يا عقيد، ان محمدا هو سيد الموحدين، وسنقول سيدنا محمد وعظيمنا محمد وقائدنا محمد وحبيبنا محمد ومرشدنا محمد وقائدنا محمد وأستاذنا محمد. وأنف العقيد في أطباق التراب. سنصلي على محمد يا عقيد، وسنسيد محمدا يا عقيد. واذا كنت تريد ان تأخذ الرسالة من محمد، فان الله يقول لك: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم اطمع ان ازيد. كلا.